60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة الأولى من العام 2018. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تكون هذه السنة واحدة من السنوات التي تكتب فيها شعوبنا المزيد من الانتصارات والمزيد من التقدم في رسم خياراتها وفي بسط سيادتها وفي إسقاط المشاريع التي تستهدفها، وأولا وأخيرا أن تكون السنة التي لا نسمح فيها لحدث بأن يشوش على المعركة المصيرية الأساسية التي سترسم مستقبل المنطقة وربما مستقبل العالم، وهي معركة القدس. سلام القدس عليكم. سنحاول في هذه الحلقة أن نستقرئ المسار الذي ستكتبه أحداث العام 2018 تتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية التي تناولنا فيها أحداث العام 2017 وما أسست لرؤوس جسور سوف ترتكز عليها قراءة أحداث العام القادم. عام 2017 توقفنا فيه بصورة أساسية باعتباره عام ترامب، وعام 2018 سوف نحاول أن نستكشف معا عنوانا له، بدأت طلائع الأحداث التي تشهدها إيران تحاول أن تقدم لنا مؤشرات على رغبة أمريكية سعودية إسرائيلية بجعل هذا العام عام إيران، أي بأن يكون بدلا من عنوان عام القدس عام إيران. البداية طبعا أنا سأحاول هنا أن يعني أقدم مقدمة لقراءة المشهد الدولي، العناصر التي تتداخل في صياغة هذا المشهد الدولي، المستجدات التي تترافق مع الحروب الكبرى، ومن ثم أدخل إلى الموضوع الإيراني الذي بلا شك يشكل تطورا كبيرا وهاما وحاسما لا يجوز التقليل منه، ولسنا في وارد التجاهل ولا التعمية ولا إدارة الظهر ولا الادعاء بأن كل شيء بألف خير وأن كل الأمور عظيمة وكل الأمور تحت السيطرة وأن ما يجري هو تافه وسخيف ولا يستحق التوقف عنده وهو مجرد خبر هامشي وثانوي، أو أننا لم نتفاجأ كان الموضوع قيد الحسبان. هذا يكون يعني نوع من الخفة في السياسة ولا يعبر عن جدية ما يفترض أن نمثل في انتمائنا لخيار جدي وحقيقي في مصير شعوبنا وأمتنا ومنطقتنا. نتعامل مع كل متغير بهدوء بتروي بمحاولة فهمه واستيعابه قبل الحديث عن آفاقه وسياقاته وبالتالي كيفية التعامل معه، سواء كان ذلك التعامل احتضانا أم مواجهة. في البداية كما قلت المقدمة التي سأعرض لها هي محاولة استنتاج بعض الخلاصات من سياق التغييرات الكبرى التي ترسمها الأحداث المفصلية في تاريخ البشرية. ونحن بلا شك مع ما نشهده منذ الربيع العربي أمام تغييرات كبرى، أمام معادلات جديدة في رسم السياسة، فيها أدوات جديدة، فيها أساليب جديدة، فيها مسارح جديدة، فيها أنماط حروب مختلفة وجديدة. النقطة الأولى هنا التي أريد الإشارة إليها هي أنه مخطئ من يقتصر في قراءة الحروب الكبرى والمتغيرات التي تنتجها فقط على جبهة التوازنات والمعادلات. يعني بالحرب العالمية الأولى انتهت مرحلة السلطنة العثمانية وبدأ الصعود الفرنسي البريطاني من بوابة سايكس بيكو ووعد بلفور، وبالتالي تشكلت معادلة جديدة على الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى
تقول إن فرنسا وبريطانيا تشكلان القوتين الصاعدتين على المسرح الدولي. حتى الحرب العالمية الثانية التي بدأت بتشكل مركز جديد للسياسة الدولية مثلته ألمانيا التي خاضت بالتعاون مع اليابان وأسبانيا وإيطاليا مشروع حرب تريد فرض رؤية جديدة للعالم. وهنا نتحدث عن قوى حقيقية، يعني ألمانيا هتلر واليابان الإمبراطورية وملكيتي أسبانيا وإيطاليا الفاشيتين. وبالتالي إلى أين رست؟ رست إلى ظهور قوتين جديدتين في العالم، صاعدتان ترسمان السياسة، تتقاسمان الأدوار في تحديد مسارح السياسة الدولية وسياقاتها، هما أمريكا والاتحاد السوفيتي. وفي عام 90 مع سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي، من عام 90 حتى ما نحن عليه الآن، خلينا نقول حتى 2010 بداية إرهاصات الربيع العربي، كنا أمام ثلاثة عقود من أو عقدين من التفرد الأمريكي. يعني 20 سنة أمريكا ترسم فيها السياسة في أوروبا من خلال تشكيل الاتحاد الأوروبي بهوية أمريكية بصفته أداة الوراثة الأمريكية لأوروبا الشرقية التي انتمت تقليديا طوال نصف قرن وأكثر للمعسكر الذي يقوده الاتحاد السوفيتي أو الذي تقوده موسكو بالمعنى المحدد. وفي الشرق الأوسط أو في منطقة آسيا بصورة مباشرة التقدم الأمريكي أيضا بإدارة ملفات الصراع فيها، بحرب أفغانستان، بحرب العراق، بحرب تموز 2006 على لبنان، بحروب غزة في فلسطين، وصولا إلى بدء مرحلة جديدة. هالمرحلة الجديدة كانت طليعتها أحداث الربيع العربي، ولا نزال نحن في قلبها في كل حال، ولكن هي مرحلة تبدو أنها يعني 2010-2020 خلينا نقول 10 سنوات التحول، 10 سنوات حرب عالمية، سبقتها 10 سنوات حرب عالمية من نوع آخر هي الحرب الأمريكية العسكرية. هذه الحرب الأمريكية الاستخبارية السياسية الإعلامية المالية، فيها بعض الأدوات العسكرية عند الضرورة مثل التدخل في العراق، التدخل في سوريا، بعض التدخلات العسكرية الأمريكية الموضعية. لكن نتحدث عن عقدين من حرب عالمية أمريكية. حتى بنقدر نقول العقد الأول 1990-2000 الذي شهد حرب الكوسوفو يوغوسلافيا، ووصولا إلى تثبيت دعائم الهيمنة الأمريكية والغربية على أطراف حدود روسيا بعد تفكيك وضرب مشروع روسيا الإمبراطوري، سواء بصيغة الاتحاد السوفيتي أو بصيغته التي بدأنا نشهدها مع صعود الرئيس بوتين. وبالتالي فينا نقول عقد، وفينا نقول اثنين، وفينا نقول ثلاثة، لأنه كلها مقدمات لفرض مشروع أمريكي جديد على العالم. هذا المشروع كمان من الواضح بأنه مش يواجه تعقيدات، أصيب بخيبات كبرى، أصيب بنكسات بنيوية هيكلية، بات من المستحيل له أن ينتصر. هو يقاتل، هو يرمي بكل ثقله كي لا يهزم. وبالتالي بعدما تثبتت هزيمته على جبهة هي جبهة هذا الممر الجغرافي الممتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، هو موجود في أطرافها، موجود على بعض حواشيها، لكن معركته الأخرى تدار في فلسطين وفي اليمن لفرض مصدر قوة وأوراق قوة بيد الحليفين الأبرزين في الرؤية الأمريكية إسرائيل والسعودية لإقامة قدر من التوازن مع الانتصار الذي تمكنت روسيا وإيران كلاعبين كبيرين من فرضه على المسرح السوري والعراقي، وبالتالي لتهيئة المناخ عبر هذا التوازن لصياغة منظومة علاقات جديدة في هذا الإقليم. أنا أقول إن الاكتفاء بقراءة الحروب من هذه الزاوية هو خطأ كبير، لأن الحروب ليست مجرد مسرح مبارزة ومواجهة بين قوى صاعدة وقوى مهيمنة ومسيطرة تنتهي بتعديل التوازنات أو بإقصاء قوى وتثبيت قوى ونقطة على السطر. الشيء الجوهري الذي يتغير مع الحروب الكبرى ومع التغييرات الكبرى هو قواعد الصراع نفسه وليس نتائج الصراع فقط. يعني المفاتيح التي كانت ترسم ماهية القوة الكبرى في قبل الحرب العالمية الأولى تغيرت مع الحرب العالمية الأولى، ولهذا سقطت القوة المهيمنة.
يعني الأهم من التغيير الذي أسقط قوة وأصعد قوى جديدة، شو هي المعادلة التي تنشأ على أساسها ماهية القوة الجديدة؟ وبالتالي هون الحرب العالمية الأولى أنا بقراها غير هيك، مش بصفتها سقوط الإمبراطورية العثمانية وصعود الثنائي الفرنسي البريطاني، بقول انتقال مسرح السياسة الدولية والاقتصاد الدولي من الإجابة عن سؤال من يسيطر على بلاد القرم إلى من يسيطر على الشرق الأوسط. ولذلك فإن نجاح فرنسا وبريطانيا في ضرب الإمبراطورية العثمانية في ذيلها الممتد في الشرق الأوسط كان هو الضربة القاضية التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي التحول النوعي الذي أسس لهذا التغيير الذي انتهت معه الإمبراطورية العثمانية وصعد معه الثنائي الفرنسي البريطاني من الحرب العالمية الأولى ليتحكم بالعالم ما بين الحربين الأولى والثانية، كان هذا التحول في الجغرافيا السياسية في القيمة الاستراتيجية للمناطق الحاسمة. طوال قرنين من الزمان بقيت بلاد القرم في القرنين 17 و18 والجزء الأساسي من القرن 19 بقيت بلاد القرم هي المقرر، من يسيطر على القرم يحكم العالم. لماذا؟ لأن القرم كان هو خط التماس بين أوروبا وآسيا. القرم يعني عم نحكي هون عن المنطقة الممتدة من أوكرانيا إلى بولندا إلى ألبانيا إلى أطراف تركيا، هذه المنطقة المتاخمة لروسيا المتاخمة لأوروبا الغربية. لما بنحكي عن بولندا صرنا على أطراف دول أوروبا الغربية، وبالتالي بلاد القرم كانت هي بيضة القبان في السياسة الدولية، بصفتها هي النقطة التي تلتقي فيها الموجات الحارة والباردة من كل من أوروبا ومن آسيا، آسيا الشمال الروسي وآسيا جنوبها هنا هو تركيا. وبالتالي الانتقال إلى الشرق الأوسط مبني على شو؟ على الأهمية الحيوية للبحر المتوسط، من يتواجد على البحر المتوسط، من يمسك بالبحر المتوسط. لذلك كانت الحركة الفرنسية البريطانية ثقلها، إذا بنرجع بنقرأ كل الحرب العالمية الأولى وكل الحركة العسكرية فيها والحركة السياسية فيها والنتائج والمترتبات، وين بينت الحرب العالمية الأولى؟ وين لمسناها في السياسة؟ وين ترجمت بمشاريع وبرؤى وبخطط وبخرائط؟ بالشرق الأوسط. وبالتالي انتقال بيضة القبان، وهذا إجا مع اكتشاف النفط، مش هيك إجا عبث، يعني هذا إجا مع تطور خطوط التجارة العالمية، إجا مع النهضة الصناعية الاقتصادية في أوروبا التي تحتاج إلى العبور باتجاه الشرق الأقصى، باتجاه ما سمي بطريق الحرير القديم، الوصول للصين وللهند. وين الممرات التجارية؟ أولها مدخلها البحر المتوسط وتتمته الساحل المتوسط الممتد إلى العمق الآسيوي. ولذلك لما نطلع على خرائط الحرب العالمية الأولى شو أنتجت؟ أنتجت سايكس بيكو وعد بالفور، أنتجت نشوء إسرائيل وتقسيم بلاد المشرق العربي اللي هي سوريا العراق لبنان فلسطين الأردن. وبالتالي التحول المهم قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية وقبل نهضة وصعود الثنائي الفرنسي البريطاني هو ما أسس لهذا الانهيار وهذا الصعود. شو هو الذي أسس لهذا الانهيار وهذا الصعود؟ هو هذا الانتقال في المكانة التي تحتلها في الجغرافيا السياسية منطقة ما ذات طابع استراتيجي تنتهي وظيفتها، ومنطقة ما ذات طابع استراتيجي آخر تحتل مكانها، تصبح هي التي يرتسم على من يمسك بها، من يسيطر عليها يحكم العالم. هذا الانتقال الذي لم تستطع الإمبراطورية العثمانية تلبية متطلباته ومقتضياته، لأن القرم هو بوابة أستانا، بوابة الإمبراطورية العثمانية، ما فيها تنتقل من القرم وتهملها فتسقط الدولة الأم الحاملة للمشروع الإمبراطوري لحتى تحمي أطراف حضورها الإمبراطوري في الشرق الأوسط. وبالتالي هون صار الامتحان في القوة، ظهرت الإمبراطورية العثمانية عاجزة عن الحمايتين، حماية أمنها الوطني كدولة بوابته القرم، وحماية مشروعها الإمبراطوري وبوابته من يسيطر على الشرق الأوسط. لما صار عليها تختار بتدافع عن وجودها ولا بتحمي مشروعها الإمبراطوري، اختارت تدافع عن وجودها، سقط منها الشرق الأوسط. بس سقط منها الشرق الأوسط سقطت الإمبراطورية. لو لم يكن الشرق الأوسط هو مستقبل العالم
كانت بتخسر كأي خسارة لمستعمرات منيت فيها فرنسا وبريطانيا لاحقا وما اهتزت مشاريعهم الاستعمارية والإمبراطورية. بالحرب العالمية الثانية انتقلت الأهمية الاستراتيجية، تبدلت التوازنات، ما عاد الشرق الأوسط هو الصانع للسياسة وهو الصانع للاستراتيجية، أصبحت أوروبا نفسها، من يسيطر على أوروبا هو الذي يحكم العالم. لذلك معركة هتلر كانت مع الفرنسيين والبريطانيين في قلب أوروبا، ما كانت في المستعمرات، كانت في قلب فرنسا وفي قلب بريطانيا نفسها، ومحاولة احتلال وتدمير، واحتل فرنسا مش انه محاولة، ودمر بريطانيا. وبالتالي بالمعادلة الأوروبية كان منطقيا ان مشروع هتلر هو المنتصر، ولولا دخول قوتين وجدتا في التطاحن الأوروبي المدمر والمهلك فرصتها لتمسك بالعالم، واحدة أتت من شرق الشمال وشمال الشرق، وأخرى جاءت من غرب الجنوب وجنوب الغرب، هي أمريكا وروسيا، لولا هاتين القوتين الصاعدتين من البعيد البعيد جاءتا في التقاط اللحظة التاريخية لهذا التطاحن والتناحر والتدمير المتبادل لقوى أوروبا القوية الحاكمة بحكم موقعها الجغرافي، ما كان صار العالم الذي ولد من الحرب العالمية الثانية، الذي يقول أن أمريكا والاتحاد السوفيتي هما القوتان الصاعدتان، وأن أوروبا قد أخلت المسرح إلى الصف الخلفي. وأوروبا أخلت المسرح إلى الصف الخلفي بعدما أصبحت هي بيضة القبان، بس مش هي القوة الصاعدة، هي الساحة التي يتقاسمها الكبار. وين انتهت الحرب العالمية الثانية؟ بالتقاسم السوفيتي الأمريكي لألمانيا، لقلب الدولة التي نشأت منها الحرب، ونشأ جدار برلين على هذا الأساس. بداية الحرب العالمية الثالثة خلينا نقول هي مع سقوط جدار برلين. سقوط جدار برلين هون مش مجرد علامة على انهيار الاتحاد السوفيتي، بدليل أن روسيا بعد عقد من الزمن، يعني بين 90 و2000، من 2000 وطالع بدأ عهد الصعود الروسي من جديد، وتمكن الرئيس بوتين من الاستثمار على مكانة ومقدرات روسيا في السياسة وفي الاقتصاد وفي السكان وفي التاريخ من بناء مشروع جديد، وبالتالي ما أقصيت روسيا عن المسرح. الواقع هو أن انهيار جدار برلين كان علامة مرة أخرى على نهاية المكانة التي تحتلها أوروبا كبيضة قبان في رسم التوازنات في العالم. فما عاد يحكم العالم من يسيطر على أوروبا، أصبح يحكم العالم من يسيطر على الشرق الأوسط. ولذلك المعركة الفاصلة في الحرب العالمية الثالثة ما كانت بأوروبا، بدليل أن أمريكا بين عامي 90 و2000 حسمت السيطرة على أوروبا، أمسكتها من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، وضمتها جميعها تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، وحاصرت فيها روسيا، وصلت إلى حدود الدولة الروسية، وصارت جورجيا وأوكرانيا وأطراف روسيا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب تدق أبواب موسكو نفسها، والأزمات في قلب روسيا نفسها. ورغم ذلك لم تتمكن أمريكا من الانتصار بمشروعها، اضطرت أمريكا أن تأتي إلى أفغانستان، أن تأتي إلى العراق، وأن تخوض حربين كاسرتين، ومن ثم أن تخوض حرب تموز في لبنان، واللي أعلنت عنها رسميا أنها حربها. يعني طلعت غونداليزا رايس وما مخبي، تقول إن شرق أوسط جديد قيد الولادة من هذه الحرب، هذه مقاض ولادة شرق أوسط جديد، ومن ثم حربي غزة، وبعدها الربيع العربي، والسيرة لم تقفل بعد. وبالتالي معركة السيطرة على هذه المنطقة اللي كان اسمها الشرق الأوسط بالحرب العالمية الأولى، والتي أصبح اسمها منطقة البحار الخمسة الممتدة من أطراف اليمن إلى أطراف روسيا، من يسيطر بما فيها القرم، من يسيطر على هذه المنطقة، يعني على القرم والشرق الأوسط معا، هو الذي يحكم العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثالثة. هاي هي المعركة، وهي المعركة فيها تركيا وفيها إيران وفيها السعودية وفيها فلسطين، قلبها سوريا، الحرب الفاصلة فيها هي في سوريا، لكن امتداداتها بقلب روسيا نفسها. ولا تستبعد أن نكون أمام مشهد شبيه بالذي نراه الآن في إيران في روسيا بعد شهرين، بعد ثلاثة، قبل الانتخابات، بعد الانتخابات. هاي معركة مصير العظمة الأمريكية، هاي معركة مصير الإمبراطورية الأمريكية التي خرجت من الحرب العالمية الثانية وارتضت مؤقتا التشارك مع
الشريك الضخم الذي مثله الاتحاد السوفيتي، واستثمرت لحظة تفككه وانهياره لتبسط سيطرتها في أوروبا ومن ثم في آسيا، وهي تواجه مصيرا محتوما بالخسارة والفشل. والخسارة والفشل الإمبراطوريات الكبرى والعظمى بحجم أمريكا ما بتسلم فيها بسهولة، وبأنه بتعمل تسويات وبتقول خلينا نشوف كيف ندبر أمورنا. التسويات هنا تعني تسليما بالهزيمة، هنا تعني اقتداء يعني قبولا ارتضاء بالتراجع عن الدور. تسوية هنا تعني على الأقل إذا أمريكا بتنازل عن النصف الشمالي من منطقة البحار الخمسة التي تضم سوريا العراق لبنان، امتدادا لإيران وصولا للصين وصعودا إلى بالشمال يعني صعودا إلى تركيا فروسيا، إذا بدأت تسلم أنه هذه الزاوية القائمة اللي بتبلش عراق سوريا لبنان وبتطلع طلوع لحدود روسيا بما صارت خارج نطاق سيطرتها وتصل إلى الصين ثم تضم روسيا وبينها كل دول آسيا الوسطى، إذا بدأت تسلم أنه هاي المنطقة البحار الثلاثة يعني التي تتشكل من المتوسط والأسود وقزوين وصولا إلى بحر الصين أنها خرجت من نطاق سيطرتها، فهي عليها أن تتصرف. هذا إذا أحكمت السيطرة على القسم الجنوبي اللي فيه فلسطين واللي فيه اليمن واللي فيه حربين ضروستين تواجههما الحليفتين الأقرب لأمريكا هما السعودية وإسرائيل بأدوات لا تبدو قادرة على حسم الصراع ولا تبدو قادرة على فرض الإرادة، وبالتالي بيسقط الشمال بعد منه بيسقط الجنوب، وإذا خرجت أمريكا من منطقة البحار الخمسة فهذا يعني أنها تخرج من العالم، لأنه هاي المنطقة اللي فيها أكثر من 90% من موارد الطاقة، هاي المنطقة اللي فيها أكثر من 90% من خطوط التجارة، هاي المنطقة اللي فيها أكثر من 90% من الأسواق الواعدة، وبالتالي اللي بيطلع منها عم يطلع من العالم، اللي بيطلع منها عم بيسلم أن روسيا تقود سوق الطاقة في العالم نفطا وغازا، وأن الصين تقود سوق التجارة والصناعة والزراعة. وهو شو بيعمل؟ هو بيشتغل مصرفي عند اثنين. هذا لا يمكن لأمريكا أن تسلم فيه إلا مقهورة، إلا مذلولة، إلا مكسورة، وبالتالي الحروب لم تتوقف. وكما بدا واضحا أن سنة ترامب الأولى باضت البيضة الأولى اللي اسمها القدس عاصمة لدولة إسرائيل، تبيض البيضة الثانية اللي اسمها نقل الصراع إلى إيران، وقد تكون البيضة الثالثة على الطريق اللي اسمها الصراع داخل روسيا، لأنه بعتقد بعد ذلك بصير من الصعب التكهن بشيء بحجم يمكن أن يحدث تغييرا، لأن الأوراق التكتيكية التي كان يمكن لها أن تغير في المسارح القديمة الأصلية قد استهلكت. بلبنان شفنا محاولة الفتنة من خلال تفجير استقالة الرئيس الحريري، بكردستان شفنا محاولة الانقلاب التي تمثلت بالاستفتاء على الانفصال، باليمن شفنا محاولة تغيير المعادلات بانقلاب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من حلفه مع أنصار الله إلى حلفه مع السعودية. هاي أوراق تكتيكية في المسارح القديمة استهلكت خلال أيام، ما قدرت تصمد، ما قدرت تعمل تعديلات في المعادلة. الآن ندخل زمن استخدام الأوراق الاستراتيجية، الأوراق الكبرى. خلينا نقرأ منيح وبهدوء وبدون توتر وبدون استخفاف وبدون استهتار. الشيء الأكيد اللي بدي أقوله انه الذي يجري الان في ايران ليس مجرد مؤامرة. خلينا نبدأ من هون. مثل ما قلنا اللي عم بصير بسوريا ما كان مجرد مؤامرة، مثل ما قلنا انه دائما المؤامرة شو هي؟ هي خطة، خطة مبنية على وقائع فيها اسماء، انه فلان بيعمل هيك، فلان بيعمل هيك، فلان بيعمل هيك، عندنا خلية بالمحل الفلاني، عندنا قيادي بالمحل الفلاني، عندنا سلاح، امكانات، اموال. لكن اولا واخيرا هذه الخطة كي تتحول إلى قوة فاعلة في المسرح بدها شعب. فإذا ما في قضية تحرك شعب، إذا ما في أزمة تحرك جزء من الشارع، إذا ما في مشاكل تشكل شعارات لأهداف تثير جزء من المجتمع وتنزل به إلى الساحة، إذا هذا مش موجود ما بتقدر المؤامرة اللي هي الخطة تلاقي مادتها، بتصير حركة بهلوانية في الفضاء سرعان ما تسقط وتتبدد قبل أن يكتب لها أن تبصر النور. وبالتالي مثل ما قلنا بالزمان إذا بتتذكروا بال2011 إنه المؤامرة على سوريا اللي هي مؤامرة، اللي هي حرب كاملة لها أدواتها الخارجية،
المال والإعلام والدول والاستخبارات والحدود والجيوش والتحشيد، كل هذا خطة مؤامرة حرب، لكن استندت إلى 10 أو 20 سنة من الترهل في بنية الدولة السورية، من ظهور عناصر الفساد، من إنشاء بعض، من اتخاذ قرارات بموضوع رفع الدعم عن المازوت، بموضوع تهميش القطاع الزراعي، بموضوع التركيز على الريع العقاري والطبقات الطفيلية في المجتمع الاقتصادي، بنشوء ما سمي بأحزمة البؤس حول المدن والتهاون والتساهل مع العشوائيات التي سميت عشوائيات والتي باتت تضم أكثر من 4 إلى 5 ملايين سوري، يطوقون دمشق ويطوقون حلب ويطوقون حمص ويطوقون اللاذقية، تعيش فيها الناس مش بس بالفقر، بالفقر والجهل ومجتمع الجريمة والمخدرات، وتنشأ فيها قوى التطرف وتؤسس فيها الجماعات الإرهابية. وبالتالي لو لم يكن هذا الإطار الاجتماعي الاقتصادي السياسي الثقافي هو الأرضية التي استندت عليها المؤامرة لتنشئ ربع ثورة، مش ثورة، لتنشئ ربع ثورة، بتجي المؤامرة والحرب بتعملها مشروع بتلبسه توب ثورة كامل. ما قدرت هذه المؤامرة أن تخرق الجيش، ما قدرت أن تخرق الثقافة التقليدية للمجتمع الإسلامي السوري المعتدل المنفتح القائم على التعايش، وتسمح للقوى المتطرفة بأن تسيطر عليه، لأن هذا ضد تاريخ السوريين. ما قدرت تأخذ الطوائف الأخرى، يعني إذا الطائفة السنية المستهدفة بالعنوان المتطرف لم تستجب وبقيت في ثقلها الأساسي تحت خيارات الاعتدال، فقتل الإمام البوطي واستهدف المفتي حسون في أسرته وآخرون كثر من القادة والمنابر والعناوين الإسلامية التي تمثل تاريخ سوريا ونسيجها، كمان الطوائف الأخرى لا المسيحيين ولا العلويين ولا الدروز استجابوا للفتن وتحولوا إلى قوى تقوم بردات فعل طائفية على السلوك الطائفي الذي استهدفها، بل بقيت رغم كل الإشارات المعاكسة الثقل الأساسي بقي في حركة أبناء هذه الطوائف، عنوانه وطني، عنوانه الدولة الوطنية السورية، عنوانه انتصار سوريا على المشروع الخارجي، وليس انتصار طائفة لتبني دولتها وتبني مشروعها وتنكفئ عن مشروع الدولة الوطنية السورية. وبالتالي هالمشروع، هالخطة اللي إلى أساس، اللي مش مبنية على الفراغ، قدرت تأخذ على الأقل ربع الشعب السوري بالتضليل وبالتعبئة وبالديماغوجيا وبالإيحاء بأن النظام سيسقط وأيامه معدودة، وهي ما كانت كلمات فارغة، هي كانت جزء من آلات الحرب. ليش؟ لأنها عم تنبني على شيء في الذاكرة، أنه بتونس كانت أيام النظام معدودة، وبمصر كانت أيام النظام معدودة، فكلمة اختيار كلمة أيام النظام معدودة ما كانت نوع من العنجهية فقط بالنسبة للرئيس أوباما، كانت شعار سياسي مدروس ليضرب المعنويات، حتى المتردد اللي مش بالضرورة مؤمن بما يعرض عليه انه قابل للتسويق وانه بيشبهه، بس انه اذا كان آت بالقوة وله المستقبل وسيفرض هيمنته وسيادته، يخلينا ندبر راسنا مع الربحان. وبالتالي استخدمت كل هذه العناوين، كل هذه الأدوات، وهيانا نحن اليوم أمام معادلة تقول أن المشروع الأمريكي بسوريا على الأقل لم ينجح في فرض إرادته، تراجعت قبضته وسيطرته إلى الحدود الدنيا، وكل المؤشرات تقول أنه إلى المزيد من التراجع، وحلقاته الأهم أصيبت بضربات قاسمة من حلب إلى دير الزور إلى البوكمال، خطوطه الحمراء تهاوت من خطه الأول اللي اسمه ممنوع دخول حلب إلى خطه الثاني اللي اسمه الحدود السورية العراقية إلى خطه الثالث اللي اسمه عبور نهر الفرات، وبيّن أنه الأمريكي عاجز عن تحمل تبعات الذهاب إلى المواجهة المفتوحة دفاعا عن خطوطه الحمراء هذه. وبالتالي المعادلة، أن عندما نقول أنه في مؤامرة، نعم في مؤامرة، بس ليست هي فقط المؤامرة. فلذلك النقطة الأولى أنا اللي بدي أبدأ فيها لما بحكي عن إيران هي شو المقدمات اللي واضح قدامنا لما بنقرأ تجربة 2009. وهون أنا بدي أقول للي عم بيقولوا شو اللي عم بصير بإيران، أول شيء خليني أقول التالي، قناعتي أنا وقراءتي، هذا ليس جديدا على إيران. إيران مش صحيح أنه 100% من الشعب الإيراني فيها يقف وراء رؤية الإمام الخامنئي والتزامه بخيار فلسطين والقدس ودعمه لقوى المقاومة وقراره بأن يخوض الحرب المفتوحة لكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة على الإطلاق. مش صحيح أنه 100% بالشعب الإيراني، ومش صحيح أنه هلأ التحول عم بصير.
داخل إيران كتلة لا يشتهان فيها تمثل على الأقل ثلث الإيرانيين على الأقل، وهي كتلة ليبرالية تحن إلى زمن الانفتاح وأن تعيش بهدوء وسلام وأن تخرج من حروب المنطقة وقضاياها وأن تتنفس سياسيا واقتصاديا مثل ما كان بسوريا عشية اندلاع الأزمة فيها، الانبهار بالسوق الحرة في لبنان وبأنتم يالكم اللبنانيين بتحكوا كل شيء وعندكم حرية وإعلامكم منفتح، وحتى اختبر السوريون هذا حتى عاد جزء أساسي منهم عنه، مش لصالح أنه بدهم الإعلام المغلق بس لصالح أنه هذا النوع من الحرية الإباحية الذي كانوا يتوهمون أنه هو الذي فيه الخير وهو الذي فيه المستقبل، اكتشفوا أنه اللي إجوا على بيروت على كل حال من النازحين السوريين وجربوا أنه اللي كان يعيش بسوريا بأقل من $100 بالشهر ما في عيش بلبنان بأقل من $1000، وأنه فاتورة الكهرباء لحالها بتعادل الراتب اللي بياخده بسوريا إذا بده ياخد فاتورة من الدولة ويدفع فاتورة مولد، أو إذا بده ياخد هاتف خليوي ويحطه بجيبته بعادل راتبه $70 بالشهر هو الحد الأدنى من الإنفاق على فاتورة هاتف خليوي في لبنان، يعني ما يعادل 35,000 ليرة سورية شهريا. إذا بده يعمل حسابه بده يتنقل بالتاكسي بده أدن، كل وحدة من مفردات الحياة بلبنان تعادل مجموع مفردات الحياة في سوريا، عم بحكي بالحد الأدنى الحد الأدنى، وبالمدارس نفس الشيء، بالمستشفيات نفس الشيء. فبدأ بس ما كان شايف السوري هذا الشيء، ما كان شايف انه هو، ما عم قول انه كانت سوريا هي جنة الله على الأرض، بس عم قول ما كان فيه السوري هو نعيم بالقياس لما كان يتوق إليه من خلال إعجابه وانبهاره بالنموذج القريب اللي مش بحاجة يروح يسافر يعني بعيد لحتى يكتشفه، اللي ما على مرمى حجر منه. وأنا كنت ألمس هذا يعني مع كثير من السوريين عن يعني تقديس للنموذج اللبناني في الباطن في اللاوعي. طيب بإيران هذا موجود، بإيران في انبهار بتجربة دبي وانه شنو اصلا احنا لازم يكون عندنا الاعلام ولازم يكون نعيش، احنا بلد غني ولازم نعيش بفلوسنا وعمره ما ترجع فلسطين. وبال2009 انا كنت بايران لما صارت المظاهرات وما سمي بالثورة الخضراء واغلقت المدينة طهران، اغلقت بالمظاهرات جامعة طهران، الاشتباكات بقيت اسابيع على اطرافها، والشعارات التي سمعتها ورأيتها مكتوبة في الحدائق العامة وفي الشوارع كان محورها السياسي. طبعا الناس بتخرج الى الشوارع بقضايا مباشرة، هلأ بنجي اليها، بس انا النقطة الاولى اللي بدي اقولها حتى ما حدا يعني يعتبر انه واو في بإيران حدا بيتطاول على الامام الخامنئي او على الامام الخميني، مش جديد، لم يتوقف هذا، هذا تيار موجود في المجتمع الايراني وهذا تيار كامن يهزم في معارك ثم يعود الى معارك، ومن قال انه بالشعوب بيكون في اجماع؟ بس هذا خيار ايران اولا اللي بيشبه خيار سوريا أولا اللي اليوم له أنصار بسوريا من الذين يؤيدون الرئيس الأسد وخط المقاومة، ضمنا بدهم أن إيران وروسيا وحزب الله يقاتلوا مع سوريا حتى تنهي سوريا معركتها وضمن حدودها وتقول باي باي ويقولوا روحوا أنتوا على القدس، نحن ما خصنا بفلسطين. هول جماعة سوريا أولا مثل جماعة لبنان أولا، هو 14 أذار شو ما سموا حالهم 14 آذار. أنا برجع للي بحبوا يرجع، وأنا كاتب مقالات وقت 2008 و2009 عن 14 آذار إيرانية، بقول مفردات الخطاب التي رأيناها في التظاهرات ورأيناها على ألسنة القادة من أمثال حسين مير موسوي وزملائه تشبه خطاب 14 آذار في لبنان. الخطاب الإمبراطوري اللي كان الله يرحمه الشيخ رفسنجاني تبناه بأنه تعالوا نتفاهم مع الأمريكان، الأمريكان عم يعرضوا علينا اعتراف بملفنا النووي، عم يعرضوا علينا نفوذا وازنا في أفغانستان والعراق، دورا وازنا في أمن الخليج وتدفق الطاقة، مقابل طلعوا من فلسطين قولوا في المسألة الفلسطينية نرضى ما يرضاه الفلسطينيون وتركونا ندبرهم، بناخد فتح بالحضن المصري السعودي وبناخد حماس بالحضن التركي القطري وبنقطبها وبنلاقي لها تركيبتها، أنتم المهم لا تخربوا هذا الشيء، قولوا نرضى ما يرضاه الفلسطينيون، وبدكم تصرفوا فلوس على فلسطين اعملوا مثل مدن الشيخ زايد بفلسطين، الامارات هيك عاملة بتعمر بيوت وبتبعت لها
الناس مساعدات لكن لا تصرف في السياسة لصالح قوى خيار المقاومة سلاحا وإمكانات وقدرات لإدامة الصراع والمواجهة. ويومها وانا هذه رواية حكيها مرارا مش هلا عم بحكيها، ان الامام السيد علي الخامنئي اخذ قراره وابلغ الجميع وقال له وقت للشيخ رفسنجاني، قال له عندما يأتي، وكان حامل العرض وزير خارجية قطر من وزير خارجية عمان بن علوي، قال له هل ان الذي يعرضه الامريكي الان هو في بداية المواجهة معنا ام في منتصفها؟ يعني هل هو كرم اخلاق ام هو نتيجة صمودنا وتوازن القوة الذي انشأناه؟ بالتأكيد هو نتيجة الصمود وتوازن القوة، فلما لا نتوقع أن المزيد من الصمود والمزيد من الاحتفاظ بأسباب القوة سيجبر أمريكا على القبول بالأكثر؟ ليش من هلأ بنقبل؟ ليه؟ كيف يمكن لإيران الدولة أن تقبل هذا العرض؟ هي إمبراطورية فارسية، إذا فارسية سيتركها الآخرون، وهي فيها 57 إثنية وعرقية وقومية، شو بصير فيها إذا صارت إمبراطورية فارسية؟ شو بدها تكون إذا مش إمبراطورية فارسية؟ إذا هي جمهورية إسلامية فشرعية إسلامها اللي جاي بوجه الإسلام السعودي منين مأخوذة؟ من قضية فلسطين، من أنها تقول إن قبلة المسلمين وبوصلتهم هي القدس، إذا تخلت عنها صارت إسلامها، شو بصير بديلها؟ دولة ديمقراطية إنه هي الجمهورية الإيرانية الديمقراطية؟ هذا طيب ديمقراطية شو مشكلتها مع إسرائيل إذا هي مش دولة إسلامية؟ يعني العرب نفهم يقول العربي إنه فلسطين عربية وهي حق عربي، أنا بصفة شو بدي أقول إنه فلسطين حق إسلامي؟ عمول حق إسلامي، هذا إذا أنا دولة إسلامية. إذا أنا بطلت دولة إسلامية وصرت دولة ديمقراطية شو خصني بفلسطين؟ وبالتالي هذا يعني تحولا جوهريا في بنية النظام إذا أقدمنا عليه، علينا أن نعرف أن نهايته التفكك والحرب الأهلية في إيران. ولذلك بمنطق المصلحة أجاب الإمام الخامنئي بعيدا عن، وقال لمحدثيه أنا ما بدي أحكي بموقف عقائدي ولا بدي أحكي بموقف أخلاقي، بدي أقول أن مصلحة إيران هو أن تثبت، هو أن تصمد، هو أن تبقى متمسكة بخيار المقاومة، لأنه الطريق الذي يحفظ لها هويتها ووحدتها تحت هذه الهوية وقوتها في ظل هذه الهوية، ليبقى الآخرون يعرضون عليها ويقدمون لها العروض. طيب، فهذا حسم بوجه من؟ بوجه تيار موجود بإيران، تيار موجود بالبرلمان وموجود بالمجتمع وموجود بين رجال الدين وموجود بين النخب وموجود بين التجار وموجود بين الكتاب وموجود بالأحزاب وموجود بالصحافة، واللي بيعرف فارسي وبتابع الصحافة في إيران وبتابع المقالات بيعرف أنه هذا التيار لم يخمد. إيران أولاً تيار قوي موجود يمثل بين ربع وثلث الإيرانيين، ونص الإيرانيين مع خيار الإمام الخامنئي والباقي يتحرك حسب الظروف. وبالتالي إذا النقطة المنهجية الأولى أنه هذا التيار قائم، هذا التيار اللي دائما إذا بتقوله في نقص بالبندورة بالسوق بيقول لك لأنه أخي مش فاضيين يصرفوا 4-5 مليون دولار ليستوردوا بندورة لأنه المناخ ما سمح هاي السنة بأنه يكون الموسم مقبل بالبندورة، لأنه هو بفضل يبعتون لحزب الله، لأنه بفضل يبعتون لفلسطين، لأنه بفضل يبعتون للحشد الشعبي، يعني جاهز عنده الجواب المركب على السياسي على خيار إيران أولا. مثل ما لما بتقول لواحد عن أي شيء يتصل بحزب الله أنه يا أخي كذب، بقول لك يا أخي شو فاضي حزب الله هلا يواجه الفساد بلبنان أو يعالج مشكلة البواخر أو إلى قطاعة الكهرباء أو سواها، يا أخي حزب الله هلا بده يقاتل بسوريا وبده يقاتل باليمن وبده يقاتل بالعراق ونحن آخر همه لبنان. وكذلك لما بتجي بتحكي بسوريا نفس الأمر، بقول لك إذا في أي مشكلة أي قضية أنه بطريقة الأداء الوزاري بقضية المناهج بقضية الكهرباء والتقنين، خيار سوريا أولا دغري بيطلب راسه وبيقول لك ايه خي مثال إنا بالقومية العربية ومش فاضيين هلا لنبني سوريا السورية، كأنه اللي اجوا وقطعوا روس وأكلوا أكباد هن من الأمر. يعني هاي مثل ما بلبنان بحرب الأهلية طلعوا لنا بنظرية هذه ليست قيم اللبنانيين، وكانوا اللبنانيين عم بحطوا حواجز طائفية بيقتلوا اللبنانيين، وهلا بالحرب السورية كتار بيطلعوا بيخبرونا انه نحن السوريين بشو منشبه يا اخي اهل ليبيا واهل الجزيرة واهل الخليج، نحن منظومة حضارية وهن منظومة حضارية، بس دلونا هول اللي قتلوا اكلوا اكباد من اي منظومة حضارية؟ في مفهوم،
ثقافة تريد بالبلطجة وبالتزوير أن تأكل عقول الناس وتقول أنه شعار سوريا أولا صح ومثله شعار إيران أولا ومثله شعار لبنان أولا ومثله شعار الأردن أولا اللي بلش بوادي عربة ومثله شعار الأم مصر أولا اللي صنع كامب ديفيد. وبالتالي هذه ثقافة، هالثقافة جديدة على إيران؟ لا. لها نفوذ في إيران؟ نعم. لها حضور سياسي متبلور بقوى وبخطاب وبمنابر وبشخصيات؟ نعم. متربص بالدولة الإيرانية؟ نعم. ترتكب الدولة الإيرانية بهياكلها بحكوماتها بمؤسساتها أخطاء في الحسابات أو في المصالح فتعبر عن مصالح نافرة لبعض كتلها وشرائحها تؤذي الناس وتؤذي الاقتصاد وتؤذي المجتمع، فتنهض هذه القوى المتربصة وتلتقطها وتجعل منها قضية في الشارع. هذا الموضوع ما له مؤامرة، بس ما في جزء منه ارتكاب، في جزء منه أخطاء، في جزء منه عدم دراية. يعني الأزمة التي تفجرت الآن في إيران شو كان مدخلها؟ كان مدخلها شيء نحن عشنا مثله بلبنان وعاشوا مثله السوريين وعاشوا مثله المصريين، اللي هي شركات الاستثمار المالي اللي عمل لي يافطة صراف وشركة صيرفة وتجي الناس بتحط عنده فلوسها على أساس هو عم يستثمر لياهن بمشاريع إنتاجية وبيدفع لهم أقساط شهرية، وبعد فترة تتفاجأ الناس منه فلس أول واحد ومش عم يدفع، شوي التاني شوي التالت بهالمدينة بهالمدينة، لأنه كل هذا مبني على بيوت من رمل ما له أساس، هو عملية نصب احتيالية مبنية على وهم، على فرضية زائفة لا أساس لها، أنه شو كل نظريته هي، هو لا عم يستثمر ولا شيء، هو بياخد من أول ألف واحد، منين بيدفع لهم القسط الشهري؟ من تاني ألف، بلم ألف تانيين، بيستثمروا معه فلوسهم، بيدفع الأقساط التي تعهد بها للألف الأول، وبيرجع بياخد الألف التالتين وبيدفع منها للي التزم معهم بتقسيط الألفين الأول والتاني، ورهانه انه عطول حصته عم تكبر. طيب ما بيوصل لمحل، ما عاد فيه، صار اللي عم يجو جداد اقل من ان يخدموا ويلبوا التزاماته بالاقساط للذين تراكمت لهم الحقوق والحصص، لانه هو واللي مثله واللي مثله واللي غاروا منه واللي عملوا مثله اكلوا السوق. فيبدأ الانهيار، بلش الانهيار. الحكومة كانت، وطبعا هول فتشوا عليهم وبيطلعوا ناس إلو النفوذ، ناس عندهم حمايات سياسية، ناس مبنيين على انه هذا بيقرب الشيخ فلان وهذا بيقرب الوزير الفلاني وهذا بيقرب المسؤول الفلاني، بدون ما اعرف انا بقدر احكي، لانه التغاضي والحصول على الترخيص بدهم كمية من النفوذ. تجي الدولة بتاخذ قرار باعتبار هذه التراخيص باطلة، انه هاي تراخيص غير قانونية، تحل هذه المؤسسات. شو يعني تحل هذه المؤسسات؟ يعني في 300 400 الف 500 الف من اصحاب الودائع فاقوا الصبح لقوا حالهم ما معهم فلوس، انه فلوسهم راحت. لا قالت لهم الدولة انه نحن ودائعكم البنك المركزي يضمنها، لا قالت لهم انه لقينا وضعنا آلية لاسترداد هذه الحقوق بواسطة القضاء وسيتم الدفع 25% مثلا من بعد ما جردت ودرست وعملت دفاترها بالظل وبالسكات واعلنت القرار بعد ما انهت عملها. لا، شطحة الان الصبح خلصنا دبروا راسكم. هون ناس نزلوا على الشارع، نزلوا بالاول قدام المؤسسات ونزلوا بعدين قدام مؤسسات الدولة ليصرخوا قدام مبنى المحافظة وقدام المراكز الشرطة وقدام مراكز القضاء، ومن ثم بدأوا يصطدمون. دخل اليهم السياسة. مين السياسة؟ ايران اولا. شو فاضيلنا؟ مش فاضيلنا، فاضيين لحزب الله وفاضيين، منين بدهم يدفعوا لنا؟ ليش معهم فلوس بالدولة ليدفعوا لنا بدل الودائع التي نهبت والتي بددت والتي تصرف بها هؤلاء الفاسدون؟ لا، الفلوس تبع الدولة رايحة لحزب الله ورايحة للفلسطينيين ورايحة للعراقيين. فتم تزويج المشروعين، مشروع الفورة الشعبية المبنية على حدث إلى المشروع السياسي. ولو مش هذا المشروع، أي فورة أخرى لها صلة بأزمة تموينية، لها صلة بانقطاع التيار الكهربائي، لها صلة بشح في المشتقات النفطية، في تربص فيها، وهو بالمعنى بين هلالين، يعني أنه حقهم جماعة ضد النظام بدهم ينطروا هيك فرصة، مش مطلوب منهم يكونوا عندهم كرم أخلاق ويسامحوا النظام الحاكم على
أي نقطة ضعف يقع فيها، هو واجباته أن ينتبه لعدم منحهم الذريعة، وواجباته يعالج المشاكل بجدية أعلى، لأنه هو في قلب حالة صراع. لكن ما النظام مش كله بقلبه رب مع الصراع، في كتار من النظام مع النظام ومع خط الصراع فيه لمصالحهم، وهم نعرفهم بلبنان في هيك، وبسوريا في هيك، وبإيران في هيك، انه اللي قلبهم مع القضية مش هن الكل. كمان نص الجمع اللي بيكون انه عم نقول 50% مع خط المقاومة الذي يمثله الامام الخامنئي، بس اللي منهم بالواجهة هو 50%، اعتبر 5000 شخص في مفاصل فاعلة، من هال5000 بتشيل يمكن 2500 مخلصين وجديين، و2500 انتهازيين ووصوليين وعم بيدبروا امورهم ومصالحهم، وبسوريا هيك، وبلبنان هيك، وما عدا يقول لي في عدا فوق الغربال. هذا قانون طبيعي في الصراع. هلا خلال عام من الاعداد، هاي خطط موجوده عاده بتكون عند اجهزه الاستخبارات، يعني مرحله اوباما اللي كانت عم بتقول لا نريد مره اخرى ان نلعب الاوراق الملعوبه، لشو نضيع وقتنا فيها، خلي نروح على التسويه. بتتذكروا في الحلقه الماضيه عملنا مقارنه بين شو منطق اوباما الذي انتهى مع نهايه 2016، وشو هي الاسباب التي جعلت المؤسسات الصانعه للقرار، يعني المخابرات، يعني الخارجيه، يعني البنتاغون، يعني النخب الصانعه للقرار، الثينك تانك ومراكز الدراسات وسواها، اللي كانت مانعة سياسة أوباما كيري، اللي كانت عم تقول له لباراك أوباما وجون كيري عم تبيعون عرخيص للروس، لا يزال بين أيدينا ما نفعله. بقضية التفاهم على الملف النووي ما كان عنده بديل، لذلك أسكتت أجهضت، لأنه شو قال لهم أعطوني بديل أفضل، ما في بديل أفضل، اضطروا يمشوا سواء الخارجية أو البنتاغون أو المخابرات أو سواها. لكن ما بعد لما إجا عم يعمل التسوية كيري مع لافروف لموضوع سوريا لكن تشمل كل المنطقة اللي فيها ضغط على السعودية لتقبل تسوية في إيران وتنخرط مع إيران في اليمن وتنخرط فيها، لإسرائيل لتقبل وترتضي منطقة التسوية الجديد اللي بلا ما بتقدر تحفظ أمنها، لما إجا لهون تحركت هذه المؤسسات، اللوبي الصهيوني أولها، وتحركت المخابرات، واجا معه موضوع وقف السلاح النووي، تخفيض استخدامه، والامتناع عن استثمار اليورانيوم المخصب من الصواريخ القديمة الى الصواريخ الجديدة. تجمعت شركات تصنيع السلاح مع اللوبي الداعم لإسرائيل، مع المخابرات، مع الدبلوماسية، لترفع شعار امريكا اولا، لكن امريكا اولا على قاعدة لا نخوض حروب، مش على قاعدة ما منناوش ما بنعمل مواجهات، شو في عنا أوراق احتياط لما نعمل التسوية خلينا نستعملها. وبدأت تستعمل هذه الأوراق الاحتياط. واضح أن من أوراق الاحتياط هو إعادة إحياء ما سبق استخدامه في الماضي. يعني لما يجوا يقولوا لباراك أوباما أنه طيب بنعمل ضربات معينة في سوريا، هل تغير؟ لا ما بتغير، بس بتتعب، ما تضيعوا وقتكم، سحب الأساطيل ومشي. ترامب قال له لا نعمل، قديش بنكسب 6 شهور سنة يا اخي، قال لي نعمله. باليمن ورقة علي عبد الله صالح قديش بيخدمنا، يمكن تربح 10% يمكن تخسر 90%، ان ربحت عظيم، ان خسرت قديش بنكون كسبنا، بنكون كسبنا شهر لقدام، اكسبوه. الاستفتاء على الانفصال الكردي يمكن يربح 20% يمكن يخسر 80%، اذا ربح عظيم صرنا على اطراف ايران. هون أنا بدي أقول حتى هذه الأوراق كان مبنيا مش تتابعها، يعني مش كان المقدر أنه تعوا نجرب، لأنه هي كتير مهمة، أنه تعوا نجرب ورقة قطر، نزبطت منكمل، إن ما زبطت منشوف غيرها، لا مش صحيح. كان الرهان أنه منحسم قطر ثم نذهب إلى ورقة الحريري ثم الاستفتاء على انفصال كردستان وتثبيت الانفصال ثم انقلاب اليمن. بدكم تتخيلوهم مع بعض، مش وحدة بديل للثاني، وحدة بتأسس، بنعمل قصة قطر وبنمسك فيها، مسكنا الخليج، منفوت على الرقم 2، مسكنا كردستان صرنا عبواب ايران، منفوت على الرقم 3 فرقعنا لبنان بوجه حزب الله، منفوت على الرقم 4 قلبنا علي عبد الله صالح ومسكنا صنعاء بوجه
أنصار الله وبدأنا حصار صعبة. هون منبلش بمطلع 2018 أو بأول شهر منها أو بتاني حسب ما بتعطينا الظروف، لأنه مش بالضرورة كانوا مقدرين أنه في مثل هذه الأحداث ومثل هذه التطورات التي تشهدها إيران لا يستثمروها ويبنوا عليها. لكن عندما حدث هذا كانوا جاهزين، جاهزين لأنه في خطة، لأنه في مشروع. وبكرة لما بتصير قصة بروسيا ورح نشوف ما يشبهها، سنرى مشهدا روسيا يشبه المشهد الإيراني. هلأ بيقدروا يطلعوا مظاهرات بهالحجم، ما بيقدروا بتم إحداث التحول في تعامل الأدوات الحكومية الروسية بصورة مبكرة أكثر. بتنجح الدولة الروسية في خوض معركتها الانتخابية الرئاسية التي يستعد لها الرئيس بوتين بضجيج أقل بأرباح أكثر. هاي مواضيع تتصل بخصوصية كل ساحة. لكن واضح الآن والأحداث في إيران اللي مجربة بال2009 عرضت على باراك أوباما، أنه تعالوا نلعب الورقة الداخلية الإيرانية. شو بتكلف؟ والله بتكلف 100 مليار دولار. منحط 100 مليار دولار ومنجهز، وبعد فيها أدوات. تبوا بكرة ستسمعون مثلا أنه إيران أوقفت استخدام الوسائل التواصل، يعني وقفت استخدام الفيسبوك والتويتر والتليجرام والانستغرام. رح تسمعوا عن أجهزة تقوية منصوبة في البلدان المجاورة لإيران، من باكستان ومن الخليج ويمكن من أطراف كازاخستان أو سواها، أو من البوارج في المحيطات، ما يسمح على مدى يمكن 300 كيلومتر مثلا أن تتمكن من التقاط شبكة الانترنت والدخول إلى هذه الوسائل التواصل. وهذا شيء شفناه بسوريا ببدايات الأزمة لما جرى إيقاف وسائل التواصل على حدود سوريا مع تركيا، على حدود سوريا مع لبنان، على حدود سوريا مع الأردن. بدأت تشتغل أجهزة، حتى أجهزة خليوي مرتبطة بالأقمار الصناعية مجهزة بإمكانية خدمة الانترنت، ومنها تتركب نقاط بث محلية. انه مدينة مثل مشهد يا خي لنقدر نوصل بحيين ثلاثة الانترنت، بكفي يكون معنا 4-5 اجهزة مثل الثريا ما يعادلها او هي نفسها ما بعرف، ومنها نلتقط شبكة الانترنت ونوزعها، منركب لها محطة واي فاي محلية ومنعطي الباسوردات للناس ليقدر يفوتوا عبرها. وبالتالي في هاي كلها تجهيزات حرب، وهي التجهيزات حقها فلوس ومن شراي ومرصودة، ومعها في رواتب لناس، ومعها في خدمات، ومعها في إعلام مستنفر، ومعها في توضيب لأفلام وغرف عمليات مثل اللي كانت ببيروت، ومثل اللي كانت بالشام، ومثل اللي كانت بعمان، ومثل اللي كانت بدرعة، لتلفق لتركب لتحط شعار لتستعمل صورة قديمة ليطلعوا لك صور قتلى وجرحى بالمظاهرات ويفرجوك. هذا كله جزء من آلة الحرب. هذا لما قال له لأوباما بنعمله، قال له ما عملناه بال2009 ما طلع منه شيء. بيقولوا له هالمرة الظرف أفضل، هالمرة رهاننا أعلى، هالمرة حاسبينا أحسن. بيقولوا له قديش احتمال النجاح والفشل؟ قالوا له بننجح 10% بنخسر 90. قال لهم بلا. ترامب قال لهم ليش لا؟ مش ترامب اللي قال لهم ليش لا، المؤسسات التي أخذت ترامب إلى التأجيل لمرة أولى في قرار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم قالت له الآن وقتها، والتي قالت له أجل ما قبل ذلك في مسألة إيران ثم قالت له الآن وقتها. هاي المؤسسة الأمريكية التي تريد ألا تستسلم للمعادلات الجديدة ستستخدم كل الأوراق المتاحة لها. وهون المواجهة مسؤولية محور المقاومة. أولا ألا نندهش، ما حدا يقولي واو يا حرام لك هاي سوريا تانية بإيران. لا، ما في سوريا تانية بإيران. أولا لأنه بإيران اللون الطائفي لا يسمح، درجة التلون يعني الطائفية لا تسمح بإنشاء توازن يراهن على الفتنة المذهبية. إنه معروف تكوين إيران نسبة 90% وأكثر من الطائفة الشيعية، فما في فرصة لإنشاء توازن يلعب على هذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، بإيران نظام بطبيعته نظام مرن، متاح فيه المعارضة ومتاح فيه الأصوات الأخرى ومتاح فيه المشاغبات والمساجلات، فبالتالي لا ينتقص من مهابة النظام مثل ما كان بسوريا. مجرد تنزل مظاهرة ضد الرئيس فهذا إعلان أن النظام تلقى ضربة قوية. هذا بإيران عادي، وأنه تطلع الناس مظاهرات وتحرق صور وتهتف وكذا، هذا مرق ومرق وبيمرق وعادي وما بيقدم ولا بيأخر بصورة إيران، وقادر إيران تستوعبه وتمتصه وتتعامل معه ومنتبهة ومدركة لمخاطره
وأكيد معالجة الأسباب التي استعملت بالأولوية أنه بكرة بيطلع قرار عن السيد الخامنئي بيؤمر الحكومة بمعالجة هذه المشكلات. وأنا شفت حتى باللي نقلته بعض المحطات المعادية مثل الحرة المعروفة بأنها قناة أمريكية من مقابلات مع الناس كانوا عم يحكوا بعض الناس أنه نحن مع الإمام الخامنئي لكن لا يجوز إهمال الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وبعض الناس لا كانوا رايحين للآخر. وبالمقابلات اللي طلعتها الميادين مع بعض الناس اللي بمظاهرات الدعم للدولة كمان ما أهملوا أن على الحكومة أن تتصدى للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فنحن نحتاج إلى إصلاح عميق خصوصا في مواجهة الفساد والأزمات التي تفجرت مؤخرا كأزمة المؤسسات المالية الصيرفية. بالتالي الدولة الآن ما عاد فيها تساير، فلان مستفيد وفلان مستفيد وفلان منطول بالنا عليه، ما عاد فيها. هي قضية أمن قومي، قضية أمن قومي بدها تحط على الطاولة بالأولوية حل المشكل العام الذي جرى استثماره لعزل السياسة عن الشعب. يعني التجيير السياسي بتقطع دابره أيمتى؟ لما بتحل مشاكل الناس اللي عم بتاجر فيها. فهذا أول تدبير، وهذا بخبرة الإيرانيين وتجربتهم وعراقة هذه التجربة في مواجهة هذا النوع من المشاكل، ونحن عايشنا جزء كتير منها في السنوات الماضية، بنعرف أنه حيتم، وبنعرف بأنه محاولة الامتصاص والاحتواء والاستيعاب ستكون لها الأولوية، وبنعرف أنه حدها التوازن القوة الشعبي في خبرة عند المؤيدين أيضا في إيران، المؤيدين لخط الإمام، أنه أيضا للتعايش والتساكن بين مظاهرات، مش تجربة جديدة كما كانت جديدة على السوريين رؤية شارع مقابل شارع والناس، يعني حتى الشرطة شعورها بأنه في مظاهرة كان يعني حدثا كبيرا في سوريا. بإيران هذا الأمر يعني شيء معتاد عليه خلال سنوات مضت. دائما مثلا اللي ما بيعرفوا أنه جامعة طهران كل جمعة فيها تجمع 500-600-700 طالب معارضة وخطابات واللي بدكن إياه، وبالآخر بتفرق الجمع وبتروح الناس عبيوتها، ومرات بصيروا 6,000-7,000 بيطلعوا بيعملوا مظاهرة وبتجي الشرطة بتتعامل معها بتتفاوض هي وياها. وهذا هذا موجود ومألوف في الحالة الإيرانية سواء لدى الأجهزة الدولة أو لدى قياداتها أو لدى الشرائح المؤيدة في تعاملها مع الشرائح المعارضة. خلاصة اللي بدي أقولها أنا أنه نحن قدام مشهد يقول أن الصراع مصيري إلى حد أن الأمريكي يريد أن يلقي بثقله في كل الساحات، وأنه الآن ينتقل إلى آخر ساحتين كبار لهن إيران ولاحقا روسيا، وهذا يستدعي مثل معمول فتح العين. على بكرة حنسمع عن معارضين جرى إقصائهم من الانتخابات الرئاسية مثل ما نبلش الحملة هلأ حول روسيا، وبيعملون تجمعات وبيعطولون فلوس وبيعطولون رعاية أمنية، وبيكون معهم الناس، والناس بيكون هما لأسباب إثنية عرقية إما لأسباب عصبية، بفوت اللوبي اليهودي بكرة بيدعمهم تحت عنوان أنه بوتين باع أمن إسرائيل وتخلى عنه، بتجتمع معهم المافيات اللي عندها مصالح وعندها إمكانيات مالية كبرى، تنعمل ائتلافات مناهضة. وبدأوا الأمريكان لمعلوماتكم من حوالي 6 أشهر أصدر الرئيس ترامب قرار بقانون، يعني أيد قانونا أصدره الكونغرس وقع عليه ونشره، وقامت قيامة الروس عليه وإقلال ببلادنا اللي اهتموا بهذا القانون. هذا القانون الذي يسمح بتشكيل هيئة معلومات لدى الكونغرس والمخابرات والخارجية اسمها هيئة معلومات عن روسيا. شو هي هيئة المعلومات؟ هي جمع 5,000 اسم، 5,000 اسم هيك القانون، من الذين يؤيدون الرئيس بوتين في الدولة والاقتصاد والإعلام والمجتمع. يعني مين في شخصية رياضية مهمة بروسيا تؤيد بوتين؟ فلان، أعطينا 100 اسم. مين في شخصيات فنية، راقصي بالي، رسامين، موسيقيين، مغنين، أعطينا 500 اسم. مين في شخصيات ثقافية، كتاب، شعراء، أدباء، مسرحيين، أعطينا 400-500 اسم. مين في تجار، مين في رجال أعمال، مين في صناعيين، مين في بالعسكر، مين في بالبرلمان، مين في بالأحزاب، مين في بالسفرة، مين في بالشخصيات الاجتماعية المرموقة، أبناء العائلات والمشهورين يعني المعروفين بالمعية ما في الإعلام. هو 5,000 اسم لازم نعرف عنهم كل شيء. هذا القانون
لازم نعرف وين حاطين فلوسهم، وين بيدرسوا أولادهم، شو طبيعة مداخيلهم، من وين بتتكون، بحيث انه اللي بنقدر نلاقي عليه شبهة فساد نفوت فيه ونبتزه. اللي عنده مصالح وحسابات بالبنوك الغربية نمسكه ونبدأ نتابعه عليها. هذه حرب كاملة مخابراتية فيها قانون بيحميها بأمريكا، وأكيد جمعوا 5000 اسم، وأكيد حاطينهم هلأ على الطاولة ليبلشوا حربهم عليهم قبل الانتخابات، وليبعتولهم رسائل بالمباشر اللي بيوقف منكم مع بوتين بده يتوقع أنه حساباته بتتجمد. هاي تشبه الحرب التي خيضت على حزب الله من قبل الأمريكيين. وبالتالي نحن قدام حرب شاملة. هلأ في هذه الحرب الشاملة التي يستعمل فيها الأمريكي كل أسلحته، كل إمكاناته، كل مسارح المواجهة، لازم نتفاجأ؟ لا، ما لازم نتفاجأ. هذا تحول كبير على مستوى العالم. هذا التحول الكبير كما انتهت الإمبراطورية العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وانتهت الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، تنتهي الإمبراطورية الأمريكية، وطبعا كما انتهت الإمبراطورية السوفيتية مع نهاية سقوط جدار برلين، تنتهي الإمبراطورية الأمريكية مع هذا الانكسار، مع هذه الهزيمة، مع نهاية هذه الحرب. ولذلك ما في ساحات محرمة وساحات لن يتم الخوض فيها، هذا شيء واضح. وبالتالي هذا يعني أن على القوى المعنية بتثمير انتصاراتها وعدم التفريط بتضحياتها أن تنتبه لثلاثة أشياء. الأولى بأن لا تعطي فرصا بارتكابات وأخطاء مبنية على توازنات محلية تحمي فسادا أو تغض نظرا عن خطأ أو تتهاون أو تتساهل مع ملف، لأنه ثمة من هو متربص ولن يترك سانحة تمر بدون أن يوظفه. فصلابة بنية الدولة وخدمتها لقضايا الناس هي حصانة بسوريا، بالعراق، بفلسطين، بلبنان، بإيران، بروسيا. هاي الأمر الأول. طبعا هذا الأمر مثالي اللي عم نطلبه ومش هيحصل، لكن قد ما فينا نكون قراب منه. هذا العامل الأول. العامل الثاني، ما نعيش حالات التفاجؤ والصدمة. يا لطيف، مدري شو عم بصير، خربت إيران، خلصت إيران. لا، لا خربت ولا حتخرب ولا خلصت ولا حتخلص. ستتخطى إيران هذه المحنة وستقوى عليها وستخرج منها أقوى، وغدا ستتخطى روسيا محنة مشابهة وستتغلب عليها وستخرج منها أقوى. هذا أكيد. بهمنا تخرج أقوى بأقل الخسائر، مش عنا أنه بتخرج أقوى ولا ما بتخرج أقوى. ما عنا هذه الفرضية، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول. إيران ستحتوي هذه الأزمة وستستوعبها وستتمكن من السيطرة عليها، بهمنا بأقصر وقت وبأقل كلفة. لذلك عم نحكي شو هي الأولويات. شيلوا نظرية سوريا أولا ولبنان أولا والعراق أولا وإيران أولا، تعاملوا معها كعدو فكري وثقافي. إذا تغلغل ما بفوت على سوريا وبصير سوريا أولا، وبإيران ما بصير إيران أولا. وإذا صار بإيران إيران أولا، يعني بتطلع إيران من مساندة الدولة السورية. وإذا صار بروسيا روسيا أولا، بدها تطلع روسيا من مساندة الدولة السورية. واللي بيقول بس ما مصالحهم بتخليهم ما يطلعوا، ليش مصلحة سوريا بتخليها تطلع من أن تهتم بأن تكون هي قوة حاسمة في المنطقة، وليست إسرائيل ولا السعودية ولا تركيا أصحاب القوة الحاسمة الذين سيملون عليها ويجبرونها على الأخذ بما يتم إملاؤه إذا لم تتمكن من التحول إلى قوة حاسمة. وما فيها تتحول لقوة حاسمة تحت شعار سوريا أولا، تتحول لقوة حاسمة بقدر ما بتكون سوريا أم قضايا المنطقة. وبالتالي دعاة سوريا أولا لازم يعرفوا، ودعاة لبنان أولا لازم يعرفوا، من جماعتنا عم بحكي مش من الخط الآخر، ودعاة إيران أولا لازم يعرفوا، ودعاة العراق أولا، ودعاة روسيا أولا، ودعاة اليمن أولا، أنهم يقبرون مستقبل تقدم بلادهم، وأنهم يدفعون بلادهم لتكون مجرد أوراق على طاولات التفاوض، وليست مفاوضين باسم بلادهم يحمون سيادتها ومصالحها. هذا هو الدرس الأهم. الدرس الأهم عدم التهاون مع نظرية أولا هزيمة المشروع الأمريكي، إضعاف إسرائيل والسعودية وتركيا، وسميها تحت أي عنوان بدك تسميه. لا مكان لحر، لقوي، لصاحب رأي، لسيد في بلده في هذه المنطقة
إذا بقي المشروع الأمريكي مهيمنا وإذا بقيت السعودية وإسرائيل وتركيا في موقع القوة، لتقدر تنجز شيء بحجم يضعف المشروع الأمريكي ويضعف أسباب القوة الإسرائيلية السعودية التركية، ما في دولة لحالة فيها تعمل هالشي. حلف دولي إقليمي بيعمل هالشي. لتكون جزء من حلف دولي إقليمي بدك تاخد وتعطي، بدك تعطي لهذا الحلف لتاخد منه. ما بيقدر حزب الله يقول أنه أنا أريد لهذا الحلف أن يساندني لإضعاف السعودية وإسرائيل وأمريكا وتركيا، بس أنا ما بدي ساعد، أنا بس لبنان أولا. وما بيقدر السوري يقول بدي هذا الحلف يساعدني لواجه هذا الحلف المقابل ونقدر نعمل توازن قوة يحمي قوة سوريا وسيادتها، بس أنا ما بساهم بمحل تاني لأنه أنا سوريا أولا. ولا الإيراني ولا العراقي ولا الروسي. مواجهة هذه الثقافة هي مسؤولية، وبقلبها طبعا مواجهة لا ترحم على كل نقاط الضعف والثغرات والفساد والنفوذ. ما معقول انه هاي باسم اننا جزء من محور وقضيتنا هي القتال في مواجهة المحور الاخر لازم نتغاضى عن نقاط الضعف، بالعكس لازم نواجهها كي لا يستغلها الاعداء، كي لا يتربصوا الاعداء للتسلل من خلالها واخذ جزء من شعبنا على حين غرة على غفلة في عناوين لا تشبهه، تحت عنوان مؤسسات الفساد المالي بإيران بصير ماخدين الناس لوين؟ ماخدينهم عند يشتغلوا عبيد عند السعودية وإسرائيل وأمريكا. أكيد مش هذا الموقع الطبيعي للناس. وأكيد لما الناس المخلصة بتفتح العين على هذه المشاكل ما بتترك فرصة ليستغلها الأعداء وليستعملونها. بالختام اللي بدي أقول 2018 كما قلنا في الحلقة الماضية، لكن بدنا نضيف بالحلقة الماضية قلنا أن المعركة هي كيف نحسم في سوريا، كيف نصمد في فلسطين، كيف نصمد في اليمن، الآن نضيف كيف نحسم في إيران وكيف نستبق في روسيا. مشروع الأمريكي هو كيف يخرب في إيران، كيف يخرب في روسيا، كيف يصمد في سوريا، وكيف يحسم في فلسطين واليمن. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، كل عام وأنتم بألف خير، وسلام القدس عليكم. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.